حيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد. دائما في إطار ديسكرايب دو شير ريسبونسابيلتي موديل، أو وصف نماذج المسؤولية المشتركة، نذكر بأن في الكلاود أحبة الكرام، يا إما في الشركات الخاصة بالرقمي والديجيتال، يا إما الشركة تقوم بكل شيء، شراء المعدات، توظيف مهندسين تقنيين، الحماية، تزود بالطاقة لجعل الخوادم أو السيرفرات تشتغل يوميا، وذلك بإما طاقة شمسية أو إلى غير ذلك، الكولين يعني التبريد إلى غير ذلك. إذا يا إما الداتا سنتر داخل الشركة، يعني شراء معدات، شراء السيرفرات، استثمار في رأس المال البشري والمعدات، يا إما الذهاب عند الكلاود، وفقط هناك حواسيب نربطها بالإنترنت ونقوم بالدخول إلى المعطيات عن طريق الكلاود، عن طريق مزود خدمة الكلاود. إذا هناك فوترة، إذا دراسة جدوى، هل يمكننا أن نذهب إلى الكلاود أم يمكن أن نقوم ببرمجة وشراء كل شيء عندنا في الشركة؟ خيارين. إذا هذا ما يسمى بالريسبونسابيليتي. فوالا. إذا كما قلنا، هناك لبلاتفورم كلاسيك، software as a service، platform as a service، infrastructure as a service، يعني نماذج الكلاود. وكما قلنا، هناك responsibility خاصة بتخيل مايكروسوفت، أزرق فاتح، أزرق غامض، كوستومر يعني المستهلك أو الزبون، ثم شيرد يعني مشتركة ما بين الكوستومر وبين مايكروسوفت. إذا الخطط التالية تبين هذه الأشياء، كما قلنا responsibility always retained by the customer، يعني المسؤولية يتحملها الزبون. هنا responsibility vary by type، يعني المسؤولية تتغير حسب النوع. ثم responsibility transfers to cloud provider، يعني المسؤولية لمزود خدمة الكلاود. عندما نقول مزود خدمة الكلاود، يعني الشركات العملاقة، يعني إما أمازون أو جوجل كلاود خاص بجوجل أو مايكروسوفت، وهنا نتكلم على الكلاود الخاص بمايكروسوفت، يعني الأزور. كما قلنا responsibility transfer to cloud، transfers to cloud provider، يعني ما هي المسؤوليات التي يتحملها مزود خدمة الكلاود؟ physical host، يعني اللي ماشين فيرتويال، ثم فيزيكال نتورك، الشبكة والربط بين تلك الحواسيب الوهمية أو الماشين فيرتويال، ثم فيزيكال داتا سنتر، يعني الداتا سنتر يا إما يوجد داخل غواصات، داخل كونتينر، أو كونتينر في وسط البحر، أو في محلات كبيرة أو أماكن كبيرة أو أماكن جغرافية مختلفة. إذا لاحظ بأن آزور تقوم بتخزين أحيانا المعطيات داخل حاويات، هذه الحاويات موجودة داخل المحيط، وتقوم مايكروسوفت بالصيانة. وأحيانا عندما يكون هناك داتا سنتر خاص، يعني داتا سنتر يعني مكان خاص الذي يشمل الحواسيب إلى غير ذلك، هناك حتى بعض طائرة F-16 تقوم بدوريات لحماية تلك المعطيات. المعطيات هي كل شيء الآن، المعطيات لي دوني داتا. كما قلنا responsibility transfers to cloud provider، هي الفيزيكال هوست، الفيزيكال نتورك، فيزيكال داتا سنتر خاص بالكابلاج، البيسيات اكسترا، لي ماشين فيرتوال، ستوريج، ديفايس ستوريج اكسترا. وكاين هناك احبائي الكرام responsibility vary by type، للتطبيقات ابليكيشنز، نتورك كنترولز، اوبريتنج سيستم، يعني منظومات التشغيل، ايدنتيتي اند دايركتوري انفراستراكشر كذلك. وهناك responsibility retained by the customer، هي information and data، المعطيات يتحملها المستهلك. أحبائي الكرام، devices عندما يكون عندنا بعض الهواتف الخلوية التي تتصل بالحواسيب الوهمية أو الماشين فيرتوال أو PCs أو حاسوب، عن طريقه نقوم بالدخول إلى الماشين فيرتوال. هذا كل ما هذا هذه مسؤولية خاصة بالمستهلك أو الذي ذهب عند الكلاود. ثم account and identities، يعني اللي مود باس، يعني كلمات المرور والحسابات الخاصة بالمشتغلين داخل الشركة.
إذا لو ذهبنا إلى بعض الكلام, you will always be responsible for, شوف معايا شكون هم هادو. فوالا يعني المستهلك هنا, فوالا the information and data stored into cloud, يعني جميع المعطيات والمعطيات المخزنة, stored يعني مخزنة في الكلاود, devices يعني المعدات سواء حواسيب أو هواتف خلوية أو إلى غير ذلك, devices that are allowed to connect to your cloud, قالك سيدي المعدات التي تمكنك أو تسمح لك بالاتصال بالكلاود, allowed تسمحها to connect to your cloud, بحال مثلا cell phones, computers and so on. إذن تاني the accounts and identities of the people, services and devices within your organization. The accounts and identity of the people. ما نعرف ما كحوا يعني الاكونت يعني الحسابات الخاصة بالأشخاص people أو services. مثلا عندما نقول مثلا SQL server يمكن الدخول اترافير مثلا يعني اوتنتيفيكاسيون ويندوز, اوتنتيفيكاسيون اس كيو ال, يعني هناك عباره عن حسابات مع كلمه المرور, اند ديفايسز ويذين يور اورجانيزيشن. فوالا دو كلاود بروفيدر از اولويز ريسبونسابل فور, شكون دو كلاود بروفيدر مزود خدمه الكلاود دائما يتحمل الاشياء التاليه, دو فيزيكال داتا سنتر, دو فيزيكال نتورك, اند دو فيزيكال هوست. Voilà. Your service model will determine responsibility for things like operating system, network control, application and identity and infrastructure. يعني هناك على حسب. Next unit, defined cloud model. هذه معروفة أحبائي الكرام. Defined cloud model. عندما نتحدث عن private cloud, public cloud, hybrid cloud, و multi cloud, Azure RC, Azure VMware solution, etc. إذن هدف الفيديو المقبل إن شاء الله سنقوم بتعريف مهم جدا هذه النماذج Defined Cloud Model, سواء Private Cloud يعني الكلاود الخصوصي, Public Cloud الكلاود العام, ثم Hybrid Cloud أو الكلاود الهجين. إذن كل كلاود إن شاء الله بشرحه سنقوم بشرحه إن شاء الله. شكرا على متابعتكم وإلى اللقاء في الفيديو المقبل.